كثير من الناس بعد التسليم من الصلاة يقول لا نعبد ولا نشكر إلا إياه، فهل هذا صحيح حيث قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير؟ بل بعد السلام ما ينفع يقول هذا الكلام. بعد السلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا مشروع بعد السلام للإمام والمنفرد والمأموم. يسلم من الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يصرف الإمام للناس، يقول له مستقبل القبلة، الكلمات يقول له مستقبل القبلة، ثم يصرف يعطي الجماعة وجهه ويقابلهم، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا المأمومون، هكذا المنفرد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وإن زاد يحيي ويميت فلا بأس، قد جاء في بعض الروايات والله على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثبت من حديث المغيرة عند الصحيحين ومن حديث الزبير عند مسلم، وكذلك يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول سبحانه 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد كل صلاة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا غفرت خطاياه وإن كان التزم ذبح، أخرجه مسلم الصحيح. واستحب مع ذلك أن يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة بعد هذا، ويقرأ قل هو الله أحد ومعبود يتيم بعد هذا، كل هذا مستحب. أما لا نعبد إلا إياه ولا نشكر إلا إياه ما نعلمها جاء في شيء من النصوص. نعم. وشيء مخير اضيف هكذا، ان قال سبحان الله والحمد لله والله 33 هذا احسن واقصر، وان قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 وكبر الله 33 فلا باس، كله واحد.